السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الحمد لله والشكر تمت الرحلة العلاجية بالسلامة وبصحة وعافية لأخونا أبو أنور الجميلي من قضاء القرمة بعد ما أجانا للهند قبل 10 أيام وسوى العملية 6 براغي بالظهر، والحمد لله والشكر تمت العملية بخير بعد ما كان يعاني من بعض المشاكل اللي هو راح يسولف لنا عليها صار لها 20 سنة. تفضل أبو أنور، شنو كنت تعاني؟ كنت أعاني من ألم فقرات تقريبا صار 20 سنة. نعم. راجعت عدة دكاترة بالعراق ماكو نتيجة، انطونا علاجات مسكنات ماكو نتيجة. نعم. تدهورت الحالة قبل 2 أشهر صار عندها هاي سقوط القدم. صار عنده سقوط قدم بسبب فقرات. صار بسبب فقرات. فأنصحوني قال لازم تروح للهند تعالج. نعم. إيه. يعني هاي بعدين تصير يعني عدم تسيطر على الإضرار على الخروج. نعم. إيه. جيت هنا للهند وجرت العملية. الحمد لله والشكر. Just tell us, doctor, about the surgery. How he did it for him and how he got this improvement. Was a very interesting and rather I would say confusing case. As far as his problem is concerned, he was having severe compression in the spine at L4-5 and at L5-S1. The two discs were coming out and they were severely compressing the nerve. The nerves were so severely compressed that his foot was dropped. There was almost zero power in the foot. And many doctors in Iraq and in India also have denied for spine surgery. When he came to us, it was extremely difficult for us to describe him the problem. That problem is in the spine, it's not in the foot. So we motivated them and we persuaded them to get the spine surgery done rather than the foot tendon transfer. So he was very nervous and he was like, even Yusuf was also very nervous whether he will get the good results or not. So we just assured him, me and Dr. Lalit and Dr. Hemant sat together and we decided that we will do the spine surgery first, and if in 3 days he doesn't get recovery, we will do the tendon transfer free of cost from our side. Thank you so much. By God's grace, after 1 day of the surgery, there was little movement, mm-hmm. and in 3 days time, there is a very good amount of movement. Yes. You can show it also. The movement was almost zero. طبعا هاي ما كان اقدر ارفعها له، بس الحمد لله وشكرا للعملية. شيء بسيط صار اكو فائدة كشيء مبدئي خلال 4-5 أيام و 6 أيام العملية. طبعا الدكتور يقول كان يعاني من ضغط جدا قوي، واغلبيه الاطباء انه قالوا ممكن ما يحتاج عمليه بالظهر، بس يقول من طبينا شفنا اكو ضغط قوي، يقول حتى المريض كان واني من ضلنا ندح على الطبيب انه اكو نتيجه، والحمد لله والشكر كانوا متفقين هو دكتور لاليت ودكتور هيمات انه اثناء العمليه يرفع الضغط وما يسوي لك نقل وتر للقدم وينتظر، تمام؟ بعدها اذا شاف انه ماكو فائده ورا 3 أيام يسوي لك نقل الوتر وعلى حسابه، ممكن حتى ما راح نضيف، بس الحمد لله وشكرا حسينا فائده ان شاء الله ربي صحه وعافيه. وثانك يو دكتور الوت. شو تحب توجه كلمه للمستشفى للدكتور؟ دكتور راجيش فرما. انا اشكر الدكتور راجيش فرما على حسن التعامل والضيافه اللي عنده والابتسامه الجميله. الله يسلمك. وكادر المستشفى المقيمين يعني بشكل يعني عناية بشكل، وأشكر المترجم يوسف النعيمي على حسن الأخلاق. الله يخليك، الله يحفظك، إن شاء الله.